عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور أشرف فهمي معاكم. بقدم لكم توضيح وعرض للامتحان البحثي لمادة كالتشر 2 أو الدراسات الثقافية 2 كود 1205 اللي هي مقررة على الترم الثاني لبرنامج لسانس الآداب بقسم الترجمة باللغة الإنجليزية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج. مطلوب ايه في البحث الخاص بـ Culture 2؟ Choose only one topic and write a research with resources. يعني هنكتب واحد بس من الخمس موضوعات، بنختار موضوع واحد ونكتب بحث بالمصادر زي ما وضحنا في الفيديو العام للأبحاث. You should write at least two paragraphs. الكم اللي هنكتبه هنا هيكون أقل حاجة 2 paragraphs. The sources you use should be cited. لازم نذكر المصادر زي برضو ما وضحناها في الفيديو الخاص بعمل الأبحاث بشكل عام، طبعا مع استثناء عدد الصفحات بخصوص كل مادة في قسم الترجمة محدد بالبحث المادة نفسها. The research topics. Scientists and archaeologists often use research notebooks during their studies. عايزين نمثل دور علماء أو علماء آثار وإزاي بيستخدموا النوت بوكس بتاعتهم أو زي المدونات بتاعتهم في دراستهم. إحنا عايزين نعمل زيهم. Like a scientist, create your own research notebook. هتعمل نوت بوك خاصة بك أنت. Filling it with ideas and information وتملاها بالأفكار والمعلومات. You can illustrate your notebook with drawings and maps وممكن كمان تزودها برسومات وخرائط، ده برضو متاح جدا. يعني هتخلي الموضوع بأنه كتابة وصور وخرائط توضح المكتوب. طيب ايه الموضوعات اللي هنختار ما بينها؟ Number one, the early settlers of Britain. المستوطنين الأوائل في بريطانيا. Number two, the Romans military might. might هنا معناها power، يعني السلطة أو قوة الرومانز العسكرية. The pagan graves، المقابر الوثنية. Slavery as a commercial enterprise، والعبودية كعمل تجاري. King Alfred the Great achievements، إنجازات الملك ألفريد العظيم اللي هو أخذ لقب the Great King Alfred the Great. في برضو شوية تشابهات ما بين كود المادة 1205 والخاصة بالتعليم المدمج و 125 الخاصة بالتعليم المفتوح، هما الاتنين Culture 2 فيهم هنا سؤال أو اتنين مشتركين، فعشان كده إن شاء الله إحنا بنوفر ورشة عمل لكالتشر 2 بالنسبة للتعليم المفتوح والتعليم المدمج إن شاء الله لعمل البحث بخطواته، وبنكون معاكم من أول البداية ثم الخطوات ثم التسليم بإذن الله على خير. بداية ورشة العمل بتكون يوم 8 أغسطس إن شاء الله، في انتظار حجزكم واشتراككم معانا، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. دكتور أشرف فهمي، good luck and bye.